ايوه نومة من البارح الساعة يمكن تقريبا 8 7 الليل للحين سعد قصر في المشوي ها قصر في المشوي تعال يا سعد تعال صباحك الله بالخير يا ابوي بالنور مرحبا والله ومسهلا يا ابو محمد الله يحييك تحيا السيد يقول لا تسرف في الماء يعني انت عشان حتى لو كنت على نهر جاري عشان في نهر النيل يعني من قريب تسرف في الماء والله ما اسرف غير ما دمعهم واجد ما اسرف كيف الطقم ورب المصحف انه في قمه الوناسه شوفوا شوفوا كيف شوف على نهر النيل وبسطه وضحك وناس الحين بنروح للشارع شو اسمه الشارع ايش؟ شارع الحسين الشيخ حسين الشيخ حسين السلام عليكم صبحكم الله بالخير جميعا هلا سعد مرحب شو تمام اهلين يا جدع كيفك؟ الحمد لله ازيك يا برنس؟ الحمد لله برنس وانا رايحين يا برنس منورين مصر يا برنس اذا طلبت ملاحة من جل شك يا حبيبي وانا رايحين؟ رايحين الخلل الحريري شارع المعز شارع المعز؟ ان شاء الله متوجهين انا وصديقي نور بس صديقي نور ممكن سؤال تفضل دام فضلك ليش البواري عندكم واجد ليش طيط طيط هذه كلكسات ايه عشان بيستعجل اللي قدامه على طول سريع عشان السكه زحمه ما شاء الله تبارك الرحمن صدق والله ان مصر زحمه تصدق يا سعد انها نفس الرياض نفسنا في الرياض زحمه زحمه ايه زحمه جدا انا لما اسطل ولا بتطوح انا جاي جامل ومروح بالله يا نور ايش رايك في صوتي انت جميل لبق الله والله العظيم والسعوديه اجدع ناس يا حبيبي والله. وناس محترمه يا حبيبي وانا عزاز على قلبي والله السعوديين كلهم يا حبيبي والله ما تحب الا من يحبك سعد تحب الاولى ولا الثانيه الثانيه فارقنا ضعوفنا اجتماع في البضع شفقي على دنا فرصة تسمح نحاول ما نضوعها يا رب اجعلني مدود صرقها اللهم من عيوب الأوضاع لا يا من يبعى طبعا كوباية شاي في هذا السوق الجميل جدا بالعافية يا ابو علي الله يعافيك الحصان جزا الله ان المكان هذا شرح جدا 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 اي والله بسيط جدا طبعا وصلنا قرية الثلج الله واحد من برد فيها يا ريجي على المؤسس ذا بيحذفني بالثلج لا يا سعد ليه ليه لا ليه وجع وجع لا لا تعود هذا غار صح خبر خبر ترى هذا صاحبي شوية يعني خبر إذا سوى شيء غلط مسحابي وجهي من هلا يا سلام عليك شكرا يا حبيبي